في إطار مكافحة كل أشكال الجريمة وعلى إثر معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة باستعمال مركبات، على الفور تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي تم من خلالها الترصد للمشتبه فيهم، حيث تم توقيف المركبة الأولى على مستوى أحاجز الأمني بالمخرج الغربي لمدينة أم البواقي وضبط كمية قدرت ب 15616 كبسولة بريغابارين 300 ميلي غرام وتوقيف سائقها البالغ من العمر 31 سنة. وبالتنسيق المحكم والسرعة في التنفيذ تم توقيف مركبتين من قبل مصالح أمن دائرة سيغوس مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 13319 كبسولة من نفس الدواء كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة، ليصل إجمالي الكمية المحجوزة إلى أزيد من 28000 كبسولة بريغابارين 300 ميلي غرام. المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية جنحة ممارسة الصيدلة وبيع مواد صيدلانية فاسدة جنحة التهريب باستعمال مركبة.